قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر أن أهل القرآن أفضل العمال، وأن الاشتغال به أفضل الأعمال. وفيه عشرة أحاديث. الأول: عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. والأترجة بضم الهمزة مخففة الجيم، واحده الأترج، وهو ثمر شجر معروف، وقد تشدد جيمه. هذا فصل عظيم من فصول هذه الرسالة القيمة في بيان فضل أهل القرآن ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية. قال: في ذكر أن أهل القرآن أفضل العمال. والعمال جمع عامل، المراد بالعمال أي المتقربين إلى الله بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأن الاشتغال به أفضل الأعمال، اشتغال به القرآن تلاوة وتدبرا ومجاهدة للنفس على العمل بالقرآن، هذا أفضل الأعمال. وسيأتي حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وسيأتي أيضا حديث: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فأهل القرآن، أهل القرآن أفضل العمال، لأن اشتغالهم بالقرآن قراءة وتدبرا ومجاهدة للنفس على العمل بالقرآن، هذا فيه هدايات عظيمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يهتدى إلى هدايات القرآن إلا بتلاوة القرآن ومجاهدة النفس على فهم معانيه وعقل دلالاته، ومن ثم مجاهدة النفس على العمل بالقرآن الكريم. أورد تحت هذا الفصل أحاديث، بدأها بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قسم فيه الناس إلى أربعة أقسام كما هو واضح في الحديث. قسمهم إلى أربعة أقسام من حيث حظهم من الإيمان والقرآن، من حيث حظهم من الإيمان والقرآن. فذكر أنهم أقساما أربعة. الأول، وهم خيار الناس، أهل الإيمان والقرآن، أهل الإيمان والقرآن. وذكر أن مثلهم كمثل الأترجة، وهي ثمرة معروفة تجمع بين طيب الطعم وطيب الريح، فطعمها طيب ورائحتها طيبة، ورائحتها طيبة زكية جميلة. والقسم الثاني، أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن، مؤمن ولكنه ليس عنده عناية بقراءة القرآن، وهم دون من قبلهم، وهم دون من قبلهم. وهؤلاء مثلهم مثل
التمرة لا ريح لها لكن طعمها طيب، طعمها طيب، لأن هؤلاء الذين مثلهم مثل التمرة فيهم طيب الإيمان، لكن عبق القرآن، عبق القرآن والزكاة الذي يفوح شذاه بتلاوة القرآن هذا ليس موجودا فيهم، لأنهم ليس لهم عناية، ليس لهم عناية بالقرآن. قال ومثل، والقسم الثالث من أوتي قرآنا، هذا القسم الثالث، من أوتي قرآنا بلا إيمان، يقرأ القرآن ربما يحفظ القرآن أو يحفظ قدرا من القرآن لكن ليس عنده إيمان، ليس عنده إيمان، وهذا هو المنافق. ومثله مثل الريحانة، الريحانة لها رائحة جميلة لكن مذاقها وطعمها مر، والمنافق هذا شأنه، صوته بالقرآن، قراءته للقرآن، لكن باطنه خراب تباب، باطنه خراب تباب، ليس فيه إيمان. والقسم الرابع من هذه الأقسام من لم يؤت قرآنا ولم يؤت إيمانا، وهؤلاء مثلهم كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا رائحة لها. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان أحوال الناس من حيث الإيمان والقرآن، من حيث الإيمان والقرآن. مما يستفاد من هذا الحديث أن الإيمان، مما يستفاد من هذا الحديث أن الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة، لكن القرآن بلا إيمان، لكن القرآن بلا إيمان لا ينفع فيه، لا ينفع صاحبه، القرآن بلا إيمان لا ينفع صاحبه، بل هو المنافق، بل هو المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، عنده قرآن لكن ما عنده إيمان فلا ينفعه القرآن. وإذا لا ينفع القرآن صاحبه بمجرد القراءة ولا ينفع صاحبه بمجرد الحفظ، لا بد أن يحقق الإيمان الذي جاء به القرآن. ولهذا سيأتي معنا أن أهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، ليسوا فقط يقرؤونه أو يحفظونه بل يعملون به، فلا يكون المرء من أهله إلا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء فعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله عز وجل يحبه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الثاني وهو حديث عظيم في هذا الباب، باب أن أهل القرآن أفضل عمال وأن الاشتغال به أفضل الأعمال. فهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه أي في الصلاة فيختم أي تلاوته في الركعة بقل هو الله أحد، إذا قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة بعدها ختم بقل هو الله أحد ثم ركع. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء فعل ذلك، ما السبب؟ فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال لأنها صفة الرحمن أي لأن هذه السورة سورة أخلصت لذكر صفة الرحمن، ولهذا لو قيل من الله فقال المجيب قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد كان الجواب وافيا، لأنها أخلصت للتعريف بالرب ولبيان من هو الله سبحانه وتعالى. فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدبرون القرآن ويعون معانيه ويعرفون هداياته ودلالاته، فكانت هذه السورة لها شأن خاص في قلبه، يكثر من قراءتها، يحب أن يكثر من قراءتها، يختم بها في كل ركعة. قال لأنها صفة الرحمن، مقصوده بقوله لأنها صفة الرحمن أي لأنها أخلصت لذكر صفة الرحمن. يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة، ليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محضا أي خالصا إلا هذه السورة، أي أن هذه السورة أخلصت في ذكر صفة الرب سبحانه وتعالى، لم يذكر فيها شيء آخر، لم يذكر فيها شيء آخر. قال: وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأخبروه أن الله يحبه، فأخبروه أن الله يحبه. وهذا يستفاد منه أن حب المرء لصفات الله وأسمائه من موجبات نيله لمحبة الله له. فهذا الصحابي الجليل أحب الإكثار من هذه السورة التي أخلصت في ذكر صفة الرب لأنه يحب الرحمن، يحب أن يقرأ بها، فكان ذلك موجبا لنيله وفوزي بمحبة الله له. قال: أخبروه أن الله يحبه. قال ابن القيم: فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة، أحبه الله وأدخله الجنة. وقد روى، وقد جاء هذا الحديث بنحوه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة، إن حبك إياها أي سورة الإخلاص أدخلك الجنة. فسورة الإخلاص قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لأنها أخلصت في التوحيد في ذكر نعوت الرب وصفاته العظيمة وأسمائه الحسنى جل في علاه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثالث، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم، وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. هذا حديث عثمان رضي الله عنه قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن أفضلكم، وفي رواية خيركم، في رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا فيه فضل قراءة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن، وهذا فيه شاهد لقول المصنف أن أهل القرآن أفضل عمال، وأن الاشتغال به أفضل الأعمال، لأن هؤلاء اشتغلوا بالقرآن تعلما وتعليما. وخير الناس من اشتغل بخير الكلام، وخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله تعلم القرآن وعلم، تعلم القرآن وعلمه، هذا فيه أنهم كملوا أنفسهم وسعوا في تكميل غيرهم، تعلم أولا فكمل نفسه ثم سعى في تكميل غيره، فجمعوا في ذلك بين النفع القاصر والمتعدي، جمعوا بين النفع والقاصر، القاصر والمتعدي. الحاصل أن هذا فيه فضل أهل القرآن وهذه الخيرية العظيمة لأهل القرآن، وأن خير العباد من اشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. قوله تعلم وعلم، هل هذا يراد به، يراد بالتعلم الحفظ والتحفيظ لحروف القرآن،
أم أن الأمر أوسع من ذلك فيتناول التعليم، تعليم الحروف وتعليم المعاني، تعليم الحروف وتعليم المعاني. في هذا يقول ابن تيمية: دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعلم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، لأن الإيمان إنما تحصل الزيادة منه بقراءة القرآن إذا كان يتعلم معاني القرآن ويعي دلالاته وهداياته. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فيقول وهو الذي يزيد، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابع: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث الرابع، حديث مسعود، فيه فضل قراءة القرآن والثواب العظيم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن بالكثرة، فينال على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وجاء في تتمة الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف فيها ثلاثين حسنة، فيها ثلاثين حسنة. فهذا فيه فضل قراءة القرآن الكريم، وأن من يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة. هنا يأتي السؤال: إذا كان فضل قراءة القرآن في كل حرف حسنة، أيهما أفضل إن جلست أقرأ القرآن؟ هل الأفضل أن أسرع في القراءة وآتي بها حدرا سريعا، أو أقرأها قراءة متأنية بتدبر وعناية بفهم القرآن؟ هل أقرأها سريعا لتكثر الآيات والسور فتكثر الحروف التي قرأتها فتكثر الحسنات، أو أنني أقرأ قراءة متأنية مرتلة؟ في هذا يقول ابن القيم: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر، إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. مرة ثانية يقول: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول الذي هو قراءة الترتيل كمن تصدق بجوهرة عظيمة، أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم، أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم أقل. فالحاصل أن القراءة التي تكون بالتدبر أثرها على العبد وعوائدها عليه عظيمة جدا، من حيث زيادة الإيمان، من حيث تحقيق مقصد القرآن. ولهذا ينصح أهل العلم في هذا المقام: من يقرأ القرآن لا يكون
أن لا يكون همه متى أختم السورة، ولكن أن يكون همه كيف أهتدي بهداياتها، كيف أهتدي بهداياتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم. قوم هنا نكرة، فهذا يفيد أن أي قوم اجتمعوا، لا يختص مثلا بصم من الناس، أو وإنما أي قوم يسر الله جل وعلا لهم الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى التي هي المساجد، فلهم هذا الأجر العظيم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والمدارسة تشمل تدارس القرآن من حيث ألفاظه لضبطها، وتدارس القرآن من حيث معانيه لعقل هداياته ودلالاته. إلا هذه الآثار التي تترتب على ذلك: إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هي الوقار والطمأنينة. وغشيتهم الرحمة، اكتنفتهم الرحمة من كل جهاتهم. وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم ملائكة الرحمة. وذكرهم الله في من عنده، أي أثنى عليهم في ملئه الأعلى سبحانه وتعالى. فهذه ثمار عظيمة تعود على العباد في اجتماعهم على هذه المائدة المباركة، مائدة القرآن، يتلونه ويتدارسونه بينهم في بيوت الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس: عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي. هذا الحديث ضعيف الإسناد، غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فيها رجل يقال له محمد بن حسن بن أبي يزيد متهم، وفي عطية العوفي ضعيف. يقول في هذا الحديث: قال الرب: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. عن مسألتي أي عن دعائي في طلب حاجات العبد. أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أي أن من اشتغل بقراءة القرآن ولم يتفرغ للذكر ولم يتفرغ للدعاء، أعطاه الله مراده أكثر وأحسن ما يعطي السائلين، أكثر ما يعطي السائلين. لكن الحديث كما عرفنا ضعيف. وعلى كل العبد مأمور بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، مأمور بهذا ومأمور بهذا ومأمور بهذا، ولا يغني شيء عن شيء. فيجعل للقرآن نصيب، ويجعل للذكر نصيب، ويجعل للدعاء نصيب، ويجعل للدعاء نصيب. وتلاوة القرآن هي أفضل الذكر. لكن مثلا إذا أذن، تلاوة القرآن هي أفضل الذكر، لكن إذا أذن المؤذن، ما الأفضل، أن يستمر في القراءة أو أن يجيب المؤذن؟ هذا فيه قاعدة عند أهل العلم مهمة في باب التفاضل في العبادات، أن الأفضل في العبادة في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فمثلا أذكار الصباح
أذكار الصباح، الأفضل أن يشتغل بها ويأتي بها في وقتها، أفضل له من أن يقرأ القرآن، أفضل له من أن يقرأ القرآن. الأذكار التي دبر الصلاة أن يأتي بها في وقتها أفضل له من أن يقرأ القرآن. فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى السابع: عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث أيضا ضعيف، فيه العلاء بن الحارث مختلط وهو مرسل، وضعفه غير واحد من أهل العلم. قال: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، بمثل ما خرج منه يعني القرآن، يعني القرآن. فخروج الكلام، خروج الكلام من المتكلم معناه أن يتكلم به فيسمع، هذا معناه أن يتكلم فيسمع منه. فما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه. الحديث ضعيف الإسناد، لكن من حيث المعنى فإن تلاوة القرآن هي أفضل أعمال، مثل ما بوب المصنف، والاشتغال به هو أفضل الأعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى الثامن: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن. متى يقال له هذا؟ إذا دخل الجنة، يقال له إذا دخل الجنة. وقوله لصاحب القرآن، من هو الذي يستحق أن يفوز بهذا الشرف؟ صاحب القرآن يوصف بهذه الصفة. أفمن كان يقرأ القرآن وهو لا يعمل به أيعد صاحبا له؟ أيعد صاحبا له؟ ولهذا بين العلماء أن الصحبة التي هنا صاحب القرآن أن يلازمه تلاوة وعملا، يلازمه تلاوة وعملا. فصحبة القرآن بالتلاوة وبالعمل بالقرآن الكريم، لا من يقرأه ولا يعمل به، لأن من يقرأ القرآن ولا يعمل به يكون القرآن حجة عليه لا له، كما قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ وارتق ورتل، ارتق يعني في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، أي لا تستعجل في قراءتك أي في الجنة، وإنما اقرأ ورتل وارتق في درجات الجنة. والقراءة هذه التي في الجنة هي قراءة تلذذ وليست قراءة تعبد، التعبد في الدنيا والعمل في الدنيا، لكن هذه قراءة تلذذ ورقي في درج الجنة ومنازلها. قال: فإن منزلتك أي درجتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة، ومنتهى الدرج عند منتهى القراءة. وقد روي في حديث، روي أو في بعض الأحاديث، أن عدد درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن، أن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، لكن هذا لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك أهل العلم. وهذا الثواب والرقي في درج الجنة يترتب على
التلاوة قلة وكثرة، فكلما كثرت كثر الرقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى التاسع: عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى صاحب القرآن يوم القيامة الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. رواه أحمد. ثم أورد هذا الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى صاحب القرآن. والصحبة هنا هي بمعنى ما تقدم، بالملازمة للقرآن تلاوة وعملا بالقرآن. يعطى صاحب القرآن يوم القيامة الملك بيمينه والخلد بشماله، أي أنه خلود في هذا الملك وفي هذا النعيم فلا موت، فيجعل له، أي يجعلان له، يجعلان له ملك وخلود، ملك وخلود. فيعطى الملك ويعطى مع الملك الخلود، يعني خلود فلا موت في نعيم مقيم ولدة دائمة لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويوضع على رأسه تاج الوقار إظهارا لشرفه ومكانته وعلو شأنه، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني في حلتين في غاية الجودة والحسن والجمال. فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. وهذا حقيقة مما يحفز الآباء والأمهات على العناية بأبنائهم بأن يكونوا من أهل القرآن، ليس بحفظه فقط، ليس بحفظه فقط، بل بحفظه وأن يكون من العاملين به تأدبا بآداب القرآن وعملا بهداياته العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ثم ختم رحمه الله حديث هذا الفصل بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، شوقهم إلى معرفة من هم، قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن مثل ما تقدم في الحديثين السابقين صاحب القرآن، أهل القرآن أي صاحب القرآن. ولا يكون المرء من أهل القرآن بمجرد قراءته ولا أيضا بمجرد حفظه، حتى وإن أتقن حفظه إتقانا لا يكون بذلك فقط من أهل القرآن، حتى يعمل بالقرآن. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، هكذا قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، بهذا القيد. فالمرء يكون من أهل القرآن بعمله بالقرآن واتباعه للقرآن واهتداءه بهداية القرآن. ولهذا قال العلماء إن قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ونظائرهم الآيات، قالوا: المراد بالتلاوة القراءة والحفظ والعمل، وقالوا: العمل نفسه يعد تلاوة، العمل بالقرآن نفسه يعد تلاوة للقرآن، فاتباع القرآن والعمل به هذا تلاوة للقرآن. فمثلا قول الله تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إقام الصلاة ما هو؟ تلاوة القرآن. إقام الصلاة تلاوة القرآن، أي عمل بالقرآن. عطف الصلاة على تلاوة القرآن مع أنها من تلاوة القرآن اهتماما بها، اهتماما بها، مثل عطف الصلاة على العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. فهذا العطف عطف للصلاة مع أنها من التلاوة اهتماما بالصلاة وبيانا لعظيم مكانتها ومنزلتها. الحاصل أن التلاوة نفسها، أن التلاوة نفسها تعد أن العمل نفسه يعد تلاوة، أن العمل نفسه يعد تلاوة. وقد قال الله تعالى: والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. فاتباع القرآن هو تلاوة للقرآن، فلا يكون تاليا للقرآن حقا من لا يعمل بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن رجب الحنبلي بالسند إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل بن حنبل أنه قال: سمعت أبي يقول: رأيت رب العزة عز وجل في النوم، فقلت: يا رب، ما أفضل ما تقرب المتقربون به إليك؟ فقال: كلامي. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. وروى أيضا بسنده إلى المقري حمزة الزيات أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى في منامي، فقال لي: اقرأ يا حمزة كما علمتك، فإني أحب أهل القرآن. فقرأت، فلما أتممت قراءتي قال لي: كذا قرأت. هذه رؤى منامية، والله أعلم أيضا بثبوتها عمن عزيت إليهم، لكن الرؤية المنامية لا يؤخذ منها عند أهل العلم حكم، لكن تذكر في مثل هذه المقامات السناسة، ولهذا ذكرها في آخر الفصل بعد أن أورد الأحاديث استئناسا بذكرها، وإنما العمدة والمعتمد على الأحاديث المروية عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.